والسلام عليكم، مرحبا. الساعة في سلسلة سيتي سكايلاينز المدن الخضراء، ومعكم خليل من قناة خليل جيمنج. عندي مشكلة كالعادة، not enough workers. تعرفون وين المشكلة؟ ان ما عندي ناس غير متعلمة كفاية. انا اتصور ان هذه المشكلة الاساسية. بحاول اسوي شيء ثاني، اضيف نقاط زين للمدن. لازم يكون سوري نجيبهم وين؟ قريب لفة الصناعية، وبخلي الباص يلف لفة حلوة، يعني ما يروح يشل العالم، يشلهم ونسكر اللفة هاي، وبسوي لفة ثانية يشل العالم من هني. اوكي، لما وايد خربط اللينات يوقفهم هني نقطة القطار اللي بعدها، لأن كله تنقل هاي. ونسوي نقطة ثانية انزين، هاي مش مشكلة لأن بردهم من ورا، لا بردهم من داخل انزين، وناخذهم بشلة هاي، بحطيلهم نقطة هني نقطة هني نقطة هني، وارجعها وين؟ لازم اشبكها في نقطة من نقاطهم هاي ورجع هني. عقب الباص يلف لفات صغيرة لفات صغيرة لفات صغيرة، يعني اتصور جروب باصات حق كل منطقة بيكون اكثر من ممتاز. شوف مثلا هذا الباص يهني يحط يعقهم هني ويرجع مرة ثانية وين؟ مكانه، لفة صغيرة. فالناس تبدأ تتجمع وين؟ في هالاماكن هاي. الناس تتفرق يعني، اللي بيروح الصناعية بتكون لفتها طويلة شوي. فشو بسوي؟ بسوي باص تكون لفتها من هني لين وين؟ انا زدت نقطة اظني، ما سويت نقطة جديدة، تكون من هني لين الصناعية ويرجع، ما يسوي شيء ثاني. وباص من هني لين هني ورجع هني، وهني مناطق قريبة بس احتياطا بسوي لهم نقطة من هني، بنوزعهم شوي لين هني، خلهم يمشون شوي. ولا الباصات ما باكلها، الباصات توقف مكان واحد. شوفوا الردي في زحمة، شوفوا انا حاطين قدام بيت هذا المسكين، كيف بيت ما اعلم، مشكلة خليه يتحمل عادي. بنضغطه شوي، يعني شوي بنضغطه على اساس ان اليوم بوصل 7500. بس وين؟ مش هني، بوصل هني 7500 مالي، بس بعيد. فشو بسوي؟ بكبر المدينة الشاطئية، خلني بهاي واي، هاي واي ساوند بارير ما نبا. هذا كم سعره؟ 70 90، لا يستاهل. ابا خطين هاي واي لانه ما عندي وصلة هاي واي هني، الا اذا بشتري هني الارض. كم ارض عندي اروح اشتري؟ ما اعرف كم باقي لي. اخذ هاي اسوي دوار جديد في الهاي واي، واكمل مدينه على البحر. هي ما اقدر اخذ اراضي اكثر، بتوسع عليها 7500 بناخذ هذا. فخلاص بنخلص 7500 وبنيبله من الجسر هني هاي واي، مش مشكله. مصدر الناس الاساسي هذا اصلا 7500، بعدين 7500 لحظه نشوف السفن على كم بتينا، 32000 بعدنا درب يعني. انزين هذا بما اني الحين بحوله one way road، خلى الستاند ما انا باكثر. انزين بنرفع التكلفة شوي لسكس لين، وبنسويهن مربعات انه one way حول المدينة، بس وايد مكلف، way too expensive. بس اوكي وبألفهم لفة طيبة على البحر. يو والله اللفة شبه بيرفكت بالنسبة لي. انزين والشارع بتقولون الحين في دنيا وخربطة،
غلطانها يعرف بمد لهم كهرباء مالي هناك بينقطع عنهم كهرباء وبنسوي خط لين اخر شيء خلنا نوصل الكهرباء لان هذا بيسوي لي ازمة مجاري واخر شيء ابغى ازمة مجاري اخر شيء ابغى ازمة مجاري لحظة فيه هني شارع مبعدل اوكي انزين هاي التوسعة الجديدة شوف شكلها كله وان واي راوند وان واي راوند وان واي راوند وعندنا بيكون بعد هذا مش سيدة تقريبا مش بالضبط بعد انزين الطريقة هاي اشوفها ناجحة للحين لانه ما عندي زحمة في المدينة ولا اي نوع ما احتاج شارع هالكبر الصراحة وغالي اصلا ما تشوف هالشوارع ما قاعد تسوي زحمة ما قاعد تسوي زحمة ما عندنا هاي نحن انزين ما عندي الزحمة اللي تخليني استعمل هاي واي بس بتتم في زحمة على فكرة ان المساحة غير مضبوطة الصراحة انزين بتتم عندي زحمة الزحمة هاي لازم اتعامل معاها بشكل حكيم شوي بس زحمة خفيفة بتكون مش زحمة ثقيلة يعني سهالات موضوعها سهل هذا هني وهذا هني not enough money اوكي اوكي ممتاز ما عندنا فلوس الحين خلنا نبدا ننشأ شوي شوي بتشوف شو الخدمات اللي بتنقصني مع الوقت يعني مش قضية بس لان الحين وايد ناس بتيب تسكن جاهز على طول بيوم ويمكن نكبر الصناعية قريب لان ابغى اوصل ل 7500 شخص هاي كلها منطقة تجارية في الوسط مرة اللي بيتشر يمين يسار فوق تحت هي مشكلته يدبر عمره هي منطقة تجارية منطقة سكنية وبزيد التجارية وين شوي على منو على البحر الحين كالعادة طبعا الشيء اللي لازم اسويه اسويه المفروض اول شيء هذا لان اول ما بيسكنون نبى ماي نبى ماي نبى ماي نبى ماي هل لازم نعطيهم ماي ولا ما اعطيناهم ماي ما يمشي وضع الماي كم يبالي حق هذا 2000 بيبات ماي ب 2000 خيبه ليش المفروض يكون ها من ارخص شغلات اللعبة يعني مش من الشغلات الغالية الحين الحلقة هي الوصول اصلا لل 7500 الهدف يعني نفتح فيها الشغلات الجديدة اللي نحن يمكن نباها شغلات اللي نترياها نسوي مبنى جديد يمكن اغير هاي التجارية للبوبيليشن عالي على اساس يبنون عماير جنبي يكون شكلها حلو يعني عماير هني داخل ما تفرق وياي بس على الشارع افكر اسويهن كلهن عماير ليش؟ يكون شكلهن حلو نفس الصدقة الحين تروح معظم المدن الاشياء اللي على الشارع اكثرهن شو؟ اكثرهن يجونك عماير ومن داخل تبدا العماير الاصغر بيوت وكذا وهذا والناس العادية والناس كله يفرق بعدين انا ما بسوي ما بزيد التعليم بصراحة ما بزيد التعليم لكن شو بسوي؟ ابى حطت باصات شغالة من الحين هنا عندي خطأ على فكرة في التصميم ومش عايبني ومش عايبني ابدا ابدا مش عايبني الخطأ اللي في التصميم عندي هذا المفروض يكون بالعكس ما ينفع الحين بالطريقة هاي خلاص لانه بيسوي لي مشاكل بمسح الخطأ ذاك قبل ما اعلم المشكلة خلونا نعدل مشكلة الشارع هذا ولا هذا بيسوي له وايد مشاكل يعني هاي اللي عندهم لفة هاي اللي عندهم لفة هاي اللي عندهم لفة كان هاي اللي مو بيكون عندهم لفة فلازم يكون عندهم لفة خارجية ما له داعي يسكون آخر الدنيا ويرجعون عرفتوا في خطأ ثاني سويته اني نسيت انا
أنا آسف لكن هذا لابد منه. الشوارع اللي أريد أوصلها لازم أوصلها. تزعلون والله مشكلتكم حاليا. هذا بخليه كبير، يمكن أبني شيء كبير. عاد الناس بنت خلاص، المشكلة أنها يوم تبنى الحين بيزعلون على فكرة كلهم. يستوي هبوط في سعادة الفرد، لكن مش ذاك الهبوط اللي يأثر عليه وايد، لأنه أوريدي سعادة الفرد عالية في الجيم عندنا، فممكن نخاطر شوي. دام سعادة الفرع منو الفرد عالية، ممكن نحن نخاطر شوي بالسعادة هاي مقابل إنه نوفر لهم خدمات ونوفر لهم كذا، لأنه في نهاية اليوم راح يستانسون. ليش ما راح يستانسون دام عندهم كل الخدمات اللي يبونها؟ ما في سبب انهم ما يستانسون. خلينا نسوي هذا بالطريقة هاي، بيوصلون بطريقة او باخرى هنا. I don't know how بس اوكي بيوصلون. ونبالنا الشارع من هني لي وين؟ هني ياخذك كلفة حد. كيف يلفون؟ كيف يرجعون يدخلون المدينة اللي هي المصنعية؟ لازم يكون عندهم لفة داخلة لهني. على الهاي واي دايركت عادي، على الهاي واي ما في مشاكل عندنا. حتى هذا اللي يكون هاي واي بعد زين. عندنا مال حريق، ما عندنا شيء يكفي فعليا، فشو بسوي؟ برد بلفه لفه. الشرطه اوريدي تفاهمنا مع الوضع مالهم وخلاص افتكينا. الصحه كيف وضعها؟ الدثكير، الدثكير امورهم طيبه. شو اللي سوري هذا كوميونيتي بول، ليش كلها 75,000 120,000 ما ادري كم؟ ترى يطلبون مبالغ كبيرة. نحن الحين ياسين نتعب على سعادة الفرد. سعادة الفرد والله مكلفة الصراحة جدا. هالمنطقة غير آمنة، بحط فيها حديقة شيء يمكن، ما اعرف، لكن بصرف امورها في شيء يعني، بصرف امورها. ها شو وضعه؟ بنحط إعادة تدوير ريسايكلينج. والله ريسايكلينج أنا أشوفه مشروع أكثر من ناجح، مشروع 100% أحس الصراحة. ممكن أطلع شارع من هني بعد، إنها شارع تويز، فهالشارع أصلا الخطة المستقبلية مال المكان كيف؟ الخطة المستقبلية مال المكان أصلا، خلينا ننزل الشارع هني على الأرض. الخطة المستقبلية مال المكان بيكون في شارع وين؟ كبير وين؟ هني، عرفتوا؟ فاللي بسويه هني تبي الطريقة هاي، بس هذا أتصور لازم أسوي وين واي أحسن يكون. في ناس بترجع من هني بتي هني بتسوي زحمة على هذا الشارع، بتزاحم على الجسر هذا. أوكي، هذا معناه بحتاج وين واي دخله من هني إلين هني. أوكي، وأحتاج هاي بسويها منطقة تجارية، شكله مكانها حلو الصراحة. محتاج اغير هذا، بالعكس استوى عندهم مدخل ومخرج من المكان كمدينة. خلاص الاول مدخل مخرج، الحين مدخلين مخرجين. شوفوا مدخلين بيونكم على الطريقة الجسر، مخرجين. ممكن حتى لهني ياخذ يتين بالطريقة هاي، بالعكس يعني. على فكرة هذا ليش يشتكي من الماء؟ لانه ما عنده ماء. اوكي احتياطا، ممكن هاي اللي يبون ماي بعد. اوكي لا اوكي اوكي وصلنا. الحين شو كان عندنا مشكلة ريسايكلينج؟ كيف الحين الوضع؟ زين ولا ازيد لكم واحد؟ لا زين زين، ترى غالي على فكرة مو برخيص يعني، اني اتم ازيده. الاب كيب ماله لا والله اوكي اوكي، مو بايد غالي، مو بايد غالي، ممكن ازيد منه. زين الحين اللي نبغى نجربه قبل لا يجينا الحين، ابو هاي وين الهيلث صار؟ اوكي نبغى الكوميونيتي بول نيو بيلدينج. والله ممكن ابني هذا، بس ما له داعي بالنسبه لي انا يعني. الشوارع الون واي تكون خادعه بطريقه، شغلات معينه تكون خادعه للانسان. ما عندهم مشاكل هنا يعني، عندهم مشاكل حريق. هاي ليش يكون حريق كله صناعية؟ شو بيشكون يعني؟ صناعية هذا اللي بيشكونه. الصحة ما عندي مشاكل فيه حاليا فعليا يعني. زين خلنا نرد نعدل هذا.
اوكي شليت هذا، برده لكم لا تصيحون. هذا نفس الشيء على فكره، لازم يكون بالعكس. زين يكون بالعكس على اساس يروحون دايركت صناعيه. وان سكند ويت. اوكي هذا لازم يكون بالعكس بعد. هذا كيف وضعه؟ زين هذا شكله وضعه زين، لانه في لفات داخليه حقهم، بس هنا ما في لفات داخليه فبيكون شوي غير. الكير اوكي وضعهم، انا شوف ما شوف حد في شيء صراحه. انا بشوف الباص، خلنا نشيل هذا. هيا الحين اوكي، عارف لا تصيحون علي. هني يصير اخذ لكم المحطه الثانيه هناك، ما بوقفهم هني. لحظه انا سويت اللعبه سكان يسار ولا ما سويت؟ الحين قاعد افكر في الموضوع. اظني سويته اوريدي صح، سكان يسار. هي ترى اول لعبه نقدر نختار سكان يسار ولا يمين، لازم نختار في البدايه. عندي 100,000، تعرفوا شو بحطي انا؟ انا من متى ابغى هذا؟ تريا كنت ابغى ابني. واو على المنطقه اللي يغطيها، اوه مكبرها. اوكي بحطيه هني. يقول لك هذا اللي بيسوي بيزيد صحة الناس. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوه استانسين. فيزيترز يباله سبورت هول اند جيمنازيوم. اوكي يتمرنون يسوون رياضة. كنت تسمون ووتر بلانت ما اعرف شو. زين انت ليش تخبر كل حد كل شوي انه اوكي؟ قلت لكم هاي عندهم مشكلة حريق. موجودين مطافي، عندنا فرع مطافي هنا اصلا. احنا وين صار؟ ما اعرف وين حطيته، حتى هذا هو ما اعرف وين. اوكي كم واحد بيزوره؟ 9 على طول انه يوم الناس. بس 2400 ادفع في الاسبوع، يعني مدخولنا نزل من 8000 لما ادري كم على فكره. ها فقرنا هذا، خرب بيت الابكيب ماله. بس اذا بيعدل مستوى الصحه معناه بيسوي لي فرق وايد في المجتمع على فكره، بيسوي له وايد فرق. اذا 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 اللي هم يدعون، اللي يدعون انه بيكون، لا تصور هالشيء. فخلنا نشوف، بنحطي الحين ريزنتر زهني. اوكي خلنا نحط الدكاكين هنا، بتستوي في الوسط يا عقب ترى اذا امتدينا، يعني ما بيروح بعيد وايد. حطينا الدكاكين هنا، ما بقى لنا شيء على 7500 اصلا. واتصور حتى ما بقى شيء على، بقى شيء على وقت الحلقة. ليش دائما اضيع وقت الحلقة انا؟ ما بطول عليكم بعد وايد في الحلقات، ابغاكم تشوفون المختصر المفيد. انزين نحن عندنا 40,000 حلو، قاموا يزيدون السكان شوي شوي، يزيدون. نبا 100 غير، نبا 100. عدد تنازل الكهرباء كيف وضعه؟ لحظة المجاري الزبايل وانتم بكرامة. الماي، الماي مش اوكي، فبضيف محطة ماي دايركت على المحطة الأولية. ما يوصل لهم الماي صح؟ لا ما يوصل لهم. اوكي وبنضيف المجاري النظيفة لأن هذا وايد. وصلنا الحين بنشوف الترتيب. اوكي بس على اساس يشتغل. تشتغل الحين يا اخوك، خلى الحاجة تنزل عليك لأنه بندخل في أزمة. استوت عندنا مشكلة مجاري. أوكي تقريبا أوكي، تقريبا أوكي. بس الأبكيب ما له غالي. نحن كانت رأي كذا شغلة. بايو فيول بس نحن حطيناه. أوكي استوى عندنا ديبوت. بس أنا بمطار دولي صراحة، أنا بجيب ناس للمدينة، الناس كلها تجي. بس الشيء الأساسي البحر، خلونا بنعدل البحر هذا ويقولته دي، يعني يكون آخر يوم. ايوه افتحنا المكاتب التجاريه. انتو باي، انا اسف، باي كلكم باي. مش كلهم بس اللي عند العماره هاي يعني. اوكي حتى انت المساحه بنحتاجها لو سمحت. ترى كله بفلوس، فعلا فلوس. انت تعال، انت ليش مو بخضر؟ اوكي سلوب وايد عادي. زين وانتو ما نباكم، مع انكم متطورين على فكره، يعني واصلين لمستوى لانه مكانهم حلو، واصلين لمستوى ممتاز على فكره. هالمنطقه كلها بحولها لشو؟ حاجه صناعيه ما نبغى نغطيها.
ما بسويها بيوت، بيوتي هني بسويهن، هاي اللي ورا الشارع هاي راح يكونن بيوت، ببدل بيوت ببيوت يعني اللي هني. شوفوا هاي بيوت جديدة. اوكي هاي اراضي، اراضي على شارع مش ممكن اللي بيجي بيسكن هني الحين يعيش حياته الصراحة. اوكي هذا يمكن العمارتين يندمجون اظني، سمسيتي يسوون هالشي على فكرة. هذا ليش واقف هني؟ تيس. انزين حطي مكاتب، حاجة صناعية عالية عندنا، حاجة صناعية عالية، وهذا المكان يتطلب مكاتب ويتطلب كوميرشال بعد، يطلب منه كوميرشال المكان، يباله كوميرشال هاي دنسيتي مرة. لحظة هذا ليش فاضي؟ عمارة وسط، اقول بخليها دام يت نصيبة خلاص، دام يا نصيبة خلاص حلال عليه. وعندنا الكوميرشال وراه هذا، يمكن حد بيسوي فندق، حد بيسوي شيء، حد بيسوي هذا ذاك، ومكاتب زيادة حق الناس. المكاتب على فكرة تحت النظام الصناعي، يعني هاي المناطق هاي الأوفيس زون اس اندر اندستريال، فيوم نحط الأوفيس كأن هذا الاندستريال ريكويرمنت بينزل الحين شوي على فكرة. شوفوا هاي بدايتهم عمارة صغيرة، بدايتهم يعني ممكن يطورون يسوون عماير أكبر. لا تنسوا البقعة نحن سويناها ما كانت موجودة على فكرة، بس استوى مكان جميل، أنا أحسه جميل الصراحة، عجبني المكان، يعني مشروع عصر مكبر كان ناجح جدا، شكله جميل. وهذا في ممشى اللي أنا مش مقتنع فيه من ذاك اليوم. لحظة أخ، معقول الممشى هدم لي هذا؟ أوكي مو مشكلة، خلي الناس تمشي عليه. زين لان ابا الناس تنتقل من الشارع، شوفوا من هذا الممشى الى هذا الممشى. لا اخي اخوكم مش مرتب هذا، بس اوكي، لكن هذا كسر غمضني. ف اشله بشله سوري، مو بخليك تعاني اكثر يعني، اوريدي شل المنتخب وتوكل. وشوفوا شوفوا هاي المكاتب، هاي اوفيس زون سولوشنز، هاي اللي يطورون والله اشوفهم ممتاز، يعني اذا طوروا شيء عجيب يكون. ابى احط شيء صغير، حديقه صغيرونه حق الناس اللي في المكتب، هاي مش صغيرونه، اوه هاي مو بتهدم حد، مناسب تغطي مساحه كبيره، الناس اللي في المكتب يشوفون شيء قدامهم، يعني في مكاتب في عماره، تشوفون البيوت حلوه. شوفوا كيف يابها على التشكيله، ايه ليش مو عدل هاي سيده؟ اوكي بيت بيتلعبون شوي، لكن الناس بس ما تصور. اوكي ما في مشكله، يمكن ممكن اتوقع. شوف العماير اللي قامت تطلع عند البرج، شوف العماير اللي قامت تطلع عند البرج، ايوه هذا هو الكلام. الحين بدينا نتكلم، الحين بدينا نتكلم، بس محتاج مكاتب شوي زياده. فشو بسوي؟ ما عندي احتياج وايد للناس، فالمنطقه هذه هاي لا حرام، هاي 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 شو اسمه، هاي دنسيتي، هاي دنسيتي حرام اني اشيلها. هني يمكن امدها شوي، خلنا نسوي لنا مكاتب هني في نص المدينه، نسوي لنا مكاتب اساس الناس يكون عندها دوامات قريبه، يعني الناس يوم تجي هني يكون دوام قريب البيت، هي المكتب. ما اعرف اذا بيفتحون بنوك بيفتحون غيره هالسوالف، بدل ما نستهلك الوضع كله في الحاجة الصناعية هاي. على فكرة بنحتاج يكون عندنا طلب على اساس بسوي منطقة، انا هني منطقة غابات على فكرة، ما نسيت المشروع. لكن هذا التوسعة المستقبلية بتكون على الاغلب، وكله بيكون على الاغلب هاي دنسيتي، فبنشوف شو بنسوي، بنشوف مستوى. تعال شو عندك؟ Not enough educated workers، والله عندي جامعات اللي نوم الجامعات، فاسكت اسكت. قامت تطلع عماير، شوف شوفوا ما احلى المنظر. المهم هذا كان بالنسبه لهاي الحلقه، وما بطول عليكم اكثر الحلقه. الوصول ل 7500 وصلناها، ان شاء الله نكمل معاكم في حلقات جايه ونوصل لاعداد اكبر وش اسمه غير، ونشوف مصادر طاقه نظيفه جديده المفروض تفتح لنا قريب، لكن يبالها وقت، المشكله هي يبالها شوي وقت لين تفتح. فنشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده.